الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا بعتذر عشان كثرة السفر وضياع الركب ما بين الطائرات. اليمن بالنسبة لي إن لم أكن يمنيا فأتمنى أن أكون يمنيا، لأن اليمن واليمنيين هم أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم، هم أصل العرب والعروبة، هم زوجات سيدنا إسماعيل عليه السلام وأبناء أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم. فعيب علينا وعيب علينا وعيب علينا أن يسألنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أخواله وما وصل حالهم إليه الآن. عيب كبير لنا كعرب وكمسلمين وكبشر. اليمن بالنسبة لي حب وعطاء، بذل وسخاء، نماء وبناء، فضل وبقاء، عز وإخاء، خلق وحياء، علو وسماء، حضارة وعلياء، وإيمان الأتقياء. هذا هو اليمن. اليمن الذي يهان شعبه أمامنا ليل نهار، ونعتقد أننا نعطي الكثير ونحن لا نعطي شيء. فنحن نحتاج من اليمن أن نرى هذه الصورة أمامنا، تهلل وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أتاكم أهل اليمن الأكثر الأرق قلوبا. أين هذه الصورة التي نراها الآن والمصطفى يجلس بين أصحابه ويتهلل وجهه برؤية اليمن، أهل اليمن وأهل الحكمة وأهل التقوى وأهل الفقه وأهل الحضارة وأهل التاريخ؟ أنا أعتقد أن مليونا أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة أو عشرة كافية برسم هذه البسمة على وجه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلو تخيلنا أننا بين يدي المصطفى الآن، ماذا هو قائل لنا؟ وما هو السؤال الذي سيسأله إيانا المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعلنا باليمن؟ ماذا فعلنا باليمن؟ ماذا فعل؟ ماذا فعلنا باليمن؟ وما سوف نفعل باليمن؟ هذا هو السؤال. النهاردة يوم نفرح فيه المصطفى صلى نفرح فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. النهارده يوم يكون يوم فرح، ما يكونش يوم بكاء، يوم عمل، ما يكونش يوم قعود، يوم بذل وليس بخل، يوم أرى فيه أبنائي وبناتي وأخواتي أراهم يحمدون الله، على ما هم فيه 8 سنوات ونحن نرى هذا الشعب الذي هو أصلنا جميعا وهو خيرنا جميعا يعاني ما يعاني، ونحن فقط نعطي بعض فتات أموالنا إليه. وما هذه الأموال إلا نقطة في محيط. اليوم المؤتمر هيتكلم عن عطاء وسخاء وبذل
تعاون. اليوم إذا نظرنا لهذا المشهد وكيف كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه: إن لاقيتم بأويس فجعلوه يدعو لكم فانتظره. عمر رضي الله عنه ويقول لأويس: ادعو لي ادعو لي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مصطفى صلى الله عليه وسلم، أفرحوا أفرحوا محمد صلى الله عليه وسلم، أمة محمد، أفرحوا الملائكة المتواجدة معنا اليوم، أفرحوا الله بعظيم وعجيب أعمالكم. إحنا بنشكركم في الولاية، في الوكالة اليمنية. أنا ابن من أبناء الوكالة، تعلمت فيها، وأتمنى أن أكون قد ولدت في اليمن. أما أدراكم من اليمن، وما أدراكم من اليمن؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أوائل الصحابة، من أوائل الصحابة، من أوائل الصحابة. ليسوا من مكة أو من المدينة، لكنهم سافروا آلاف الأميال يروا بهاء الرسول صلى الله عليه وسلم ويؤمنوا بهذه الدعوة المحمدية التي نعتز بها، التي نعتز بها، والتي نعتز بها أبا أن أبا، وتنخر من تنخر إلى يوم الدين. إن شاء الله اليوم أنتم ستفرحوا المصطفى، قولوا آمين. قول يا عبد الرحمن آمين. آمين. شو بردك نضحك يا عبد الرحمن؟ والبرنامج معد لرجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، وأنتم هؤلاء الرجال، وهاتيك الإخوة الأخوات إن شاء الله. سينتهي برنامجنا غدا مساء برؤية كلكم هتضعوها على مستقبل العمل الإنساني. لماذا؟ لأن نحن نريد أن نصدر للعالم رأينا وفكرنا وثقافتنا وقيمنا وأخلاقنا. كفى ما سمعناه من الآخرين، نشكرهم، ولكننا نؤذن في هذا المكان بأن الخير قادم، وأننا نؤذن لهذا العالم بأن قيمنا وأخلاقنا وفلسفتنا وفكرنا وعقيدتنا هي السامية، هي السامية، هي السامية. وغدا يكون هذا اللقاء في الندوة المسائية منكم جميعا. أختم وأقول، أقول ماذا عن اليمن؟ أقول ماذا؟ كان لي زيارة في 2017 واكتشفنا فيها الكوليرا. 2017 كان الأطفال 2 و3 على سرير واحد، مستشفى الثورة بين، ولا اسمها في صنعاء، اسمها ايه؟ الثورة، ولا في الثورة، والحديدة وعدن. يا تعرفوا يا شباب، سنة 95 أول زيارة لي اليمن، ذهبت عشان أجمع تبرعات من الشعب اليمني للبوسنة، للبوسنة. كان أجمل تبرع، كنت في مسجد هائل سعيد في تعز، وأنا ما أعرفش أخطب، ما أعرفش أتكلم لغة عربية زي ما أنتم عارفين يعني. كنت بتكلم عن المأساة اللي حصلت في سربنيتسا، اللي أنا بأتشرف بهذه الوردة، وردة سربنيتسا، مجزرة
اللي سلمت فيها قوات الأمم المتحدة الهولندية المدينة للإرهابيين، وراح ضحيتها اختفى من المدينة 14,000. فأتاني يمنيا رقيق القلب، رث الثياب وفي يده شيء لم أكن أعلم ما هذا الشيء. قال لي معايا 5 ريال، 5 ريال تقبلها تبرع؟ قلت له نقبل الريال والنص ريال والربع ريال. لما فتح إيده والله ال5 ريال ليالات مهلهلة. هذا كان كل ما معه. حينما قبلت رأسه استشعرت معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فشممت رائحة العرق ورائحة التراب. هذا هو اليمن الذي يعطي الريال والخمسة، وهذا هو الإيثار في قمة معانيه: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والنهاردة وبكرة سنفرح من؟ سنفرح الله ورسوله والملائكة والمؤمنين وكل البشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.